الإعلامي أكيد الصديق أرسلان حداد، تحيات نيلم. طبعا في يوم من الأيام بعد ما صار المقلب آنيا في رمضان، من بعد ما صار المقلب ودنسولف آنيا، فقلت له نزار ليش ما يكون ضيف وياك من ضمن الضيوف، لأنه إعلامي مهم ونجم مهم بصراحة. كان يقول لي داليا والله فت يعني كلش حبيته. قال لي داليا رغم الانتقادات ورغم كل شيء، تدرين نزار أنجم إعلامي بالعراق حالياً؟ أوف والله العظيم. أكيد تحياتنا إليك. تحياتي لك. لا العفو العفو. طبعاً كل شيء هو الأحسن وهو العفو هو الأحسن والأفضل والأنجم وما عليه زود، بالعكس. والله العظيم يعني أنا أحيي هاي الروح الحلوة. طبعاً مو عند كل الناس، أكو ناس صغار مثل ما هواي ناس قلدوك اليوم. أنا حاك لا اليوم هاي رشوة هذه ما تحرجيني هيك. راح تحرجيني هيك. اولا تحياتي لرسلان حداد. انا ما ملتقي بيه على صعيد الشخصي، بس اعرفه هو كل شيء يحبك والله اعلامي كبير وجميل وبرنامج كلش حاب انه تكون ضيف ويا، بس ما صارت يعني قسمه بعد. بس هو كذلك راقي وله في القلب محبه واحترام. بس المشكله انت قاعد ترشيني في هذا الكلام. حتى لا تقهرني، حتى ما افشي.